احنا دلوقتي كمان عايزين نروح مع حضراتكم يعني لتفصيلة مهمة جدا اعتقد ان كلنا عارفينها ومدركينها ومتعودين عليها بل ومتربيين عليها في اجواء النادي الاهلي. كلنا عارفين ان النادي الاهلي دايما بيحترم الكل ايا كانت الظروف والملابسات، ما عمرناش سمعنا اي حد منسوب للنادي الاهلي قال كلمة وحشة على اي حد، سواء كان الحد ده شخص او كيان او نادي منافس. دايما كلام كل من هو مرتبط اسمه بالاسم نادي الاهلي مرتبط باحترام الكل ايا كانت الظروف والملابسات، لكن في المقابل كمان لما حد يعني يغلط فيك بطبيعه الحال لازم تاخد مسارك القانوني للرد. امبارح تقدم كل من الكابتن اسامه حسني لاعب النادي الاهلي السابق والاعلامي بقناه نادي، وايضا الاستاذ جمال جبر مدير الاعلام بالنادي، تقدم ببلاغين الى النائب العام ضد احمد حسام ميدو لاعب الزمالك الاسبق وعضو اللجنه الفنيه بناديه لقيامه بنشر اخبار كاذبه وتوجيه اتهامات باطله من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وجاء في البلاغين اللي طبعا تقدم بهم المحامي محمد عثمان ان كابتن ميدو خرج عن القواعد الاخلاقيه دون سند او دليل ولاسباب شخصيه، وحاول ان يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا اساس لها من الصحه لاثاره الفتنه بين يعني المنتمين للنادي الاهلي وايضا لنادي الزمالك، وطالب من خلال البلاغين بتطبيق القانون لايقاف مثل هذه التجاوزات التي تتسبب في الاحتقان وايضا في اثاره المشاكل في الشارع الكروي. شوف اقول لك على حاجه، اصل يعني الواحد بيبقى عنده ردين، رد كبني ادم يعني رد كنهوان سري لو انا عايزه ارد على الموضوع ده، بس مش هينفع ان انا ارد عليه في القناه يعني ولا حتى والله بره القناه خلاص، لان الواحد ملتزم برضو الاسس اللي احنا بنتكلم على اساسها طالما احنا بننتمي لهذا النادي وبنعمل في هذه المنظومه. فالرد الثاني هيكون رد اعلامي لاعلامي او رد زميل لزميل او غيره زي ما حضراتكم تشوفوها يعني. بمنتهى او باختصار شديد كده زي ما بيتقال، الواحد بيحزن لما بيشوف هذا المستوى من الكلام والله العظيم، ومش من اي حد، لما بيشوفه من قامات يعني قامات وقامات احنا بنحبها بالمناسبه حتى وان كانت لا تنتمي. يعني انا وانا صغيره انا كنت بحب ميدو جدا على فكره، وما زال مش فكره حب وكره، الموضوع لا يقاس بهذا الشكل، زي كنت بحبه كلاعب جدا وكان بيمثل مصر وغيره، وما زلت على فكره يعني ما عنديش مشكله معاه ابدا، بس الواحد بيحزن لما بنتكلم بهذا الاسلوب، لما بنبتدي ان احنا ندخل الرياضه في امور اخرى، لما بنبتدي يبقى عندنا يعني حسابات بهذا الشكل. انا حزنت لما شفت حاجه زي كده كنهوان، انا بتكلم على المستوى الشخصي، بلس بقى ان اصلا ميدو يا كريم حذف التغريده، يعني حذف التويته بعد كده، وده ما يمنعش بالمناسبه ان لو انت كتبت او اسات لحد ومسحت الاساءه ان هو برضو يكمل في البلاغ اللي هو كان عمله فيك. يعني انا ما اعرفش تفاصيل طبعا هل البلاغ مستمر ولا لا، هنطلع حضراتكم، بس فكره ان انا امسح اساءه بعد ما خلاص اصدرتها والعالم شافها او الناس كلها شافتها ملهاش قيمه. يعني في الاول كنت اركز انا بقول ايه، من الاول كنت اركز لان انا قيمتي كبيره، الناس بتبقى قيمه وقامه لازم يبقوا عارفين بيقولوا ايه، اعتقد كده. على كل حال المعلومات اللي عندنا زي ما بقول لحضراتكم التويته اتحذفت، ولكن البلاغ زي ما هو موجود البلاغ قائم، لان يعني اعتقد ان انت كده كده الاساءه موجوده، فمش معنى انك مسحتها الحق راح زي ما بيتقال. تصرف طبيعي جدا جدا من الاستاذ جمال جبر ومن كابتن اسامه حسني ان هم يروحوا ويعملوا بلاغ، تصرف طبيعي 100%، فهنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل. لكن تاني هرجع اقول حاجة تحزن، حاجة تحزن بصراحة.